إذن للمزيد بشأن الدورة الثانية لمعرض الكتاب العربي في ولاية غازي عنتاب بتركيا الذي من المقرر أن يفتتح بعد أيام، معنا هاتفيا من إسطنبول المسؤول الإعلامي للمعرض دكتور كمال مجعفر. مرحبا بك دكتور كمال. ما أهمية معرض الكتاب العربي الذي سيعقد في غازي عنتاب؟ في البداية أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة. معرض غازي عنتاب للكتاب العربي هو فرصة للقاء الجاليات العربية المقيمة في عنتاب وكل المدن المجاورة في الجنوب التركي، فرصة للقاء هؤلاء القراء والجمهور بالكتاب العربي بدور النشر العربية، وخاصة أن هذا الحدث ينتظره الجمهور كل سنة وهذه هي الدورة الثانية. إذن هو فرصة لتقريب الثقافة والهوية العربية من الجاليات العربية، من مختلف الجاليات العربية المقيمة في المدن أو مدن الجنوب التركي، خاصة وأن إدارة المعرض لهذه السنة اختارت للمعرض شعارا الكتاب هوية، وفيه تأكيد صريح على أن الكتاب العربي هو توثيق وتأكيد وتأكيد على الهوية العربية حتى وإن كانت الجالية العربية خارج جغرافيا العالم العربي. ما أبرز المؤسسات ودور النشر التي ستشارك في هذا المعرض بغازي عنتاب؟ أخي، فيما يخص المشاركين معنا في هذه الدورة أكثر أو أزيد من 100 دار نشر، سواء دار نشر عربية أو تركية أو عالمية، ومعنا العديد من التوكيلات، بحيث أنه العديد من دور النشر المشاركة تشارك بتوكيلات لدور نشر ممكن تركية وممكن من خارج تركيا. هذا على صعيد دور النشر. على صعيد المراكز التعليمية والمؤسسات معنا مشاركة معنا العديد من المؤسسات والمدارس المتواجدة بعنتاب وحتى من إسطنبول، بالإضافة إلى بعض المطابع والشركات من مختلف المدن التركية. ستكون معنا أيضا مؤسسات أخرى على غرار المؤسسات التي تهتم بالخدمات أو الخدمات الجامعية والطلابية، التي تهتم بإيصال الطالب العربي إلى الجامعات التركية. وهذه السنة مثل معرض إسطنبول سيكون أيضا لنا جناح أو أجنحة خاصة لقنوات ومؤسسات الإعلام والصحافة. سيكون معنا بيت الإعلاميين العرب بجناح، سيكون معنا تلفزيون حلب وندوات تثقيفية يعني. نعم. على غرار المراكز قلت ودور النشر، معنا أيضا مجموعة من الفعاليات الثقافية والندوات لمجموعة من الأساتذة والمحاضرين والمفكرين، طبعا في مختلف المجالات الفكرية. تاريخ، ثقافة، علوم سياسية، قانون، دين، ترجمة، في كل المجالات، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة خاصة بجمهور الأطفال. ذكرتم أن اختياركم غازي عنتاب هو لاستهداف العرب الموجودين هناك في غازي عنتاب وما حولها، هل تعتقد أنه ما زال هناك إقبال يعني شديد على الكتاب العربي لا سيما في تركيا، وهل هناك برنامج مخصص لتنظيم هذا المعرض في مدن أخرى؟ طبعا الجاليات العربية في إسطنبول أو في عنتاب أو في مختلف المدن التركية هي في تزايد مستمر. طبعا اختيار عنتاب لم يكن هكذا، وإنما لأسباب، خاصة وأن الجالية العربية تتمركز كثيرا في منطقة غازي عنتاب وبالمدن المجاورة. فمثلا في السنة الماضية، في الدورة الماضية اللي هي الدورة الأولى للمعرض، سجلنا حضور للجمهور وحضور للعرب من المدن المجاورة حتى من سوريا ومن العراق، كانوا حاضرين معنا في المعرض. فأعتقد أن اختيار عنتاب كان ناجحا من قبل إدارة المعرض، خاصة لاستهداف الجالية العربية. كذلك الطلب متزايد، فمثلا عبر صفحاتنا ومنصاتنا على السوشيال ميديا لمسنا تعطش وحماس كبير من الجاليات العربية المقيمة في عنتاب والمدن المجاورة. على صعيد هل نفكر في تنظيم هذه الفعالية عبر المدن التركية، فالحدث كما تعرفون هو من تنظيم الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك. هناك في الخطة السنوية، هناك في المشروع، تنظيم فعاليات كهذه عبر مدن تركية مختلفة في المستقبل إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك دكتور كمال بن جعفر، مسؤول إعلامي لمعرض الكتاب العربي في ولاية غازي عنتاب التركية.